بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الكتاب 17، كتاب النكاح. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب النكاح، وفيه 24 بابا. والنكاح أصله في اللغة هو الضم، الضم، ويستخدم في اللغة ويراد به الوطء ويراد به العقد على المرأة، يعني يراد به الجماع ويراد به العقد. وعند الفقهاء هل هو حقيقة في العقد ومجاز في الوطء، أو بالعكس حقيقة في الوطء مجاز في العقد، أو هو فر لفظ مشترك يدل على العقد ويدل على النكاح بالتساوي وليس من باب الحقيقة والمجاز؟ ثلاثة أوجه عند الفقهاء، ثلاثة أوجه. اختار الشافعية أن النكاح حقيقة في العقد، مجاز في الوطء، واختار الأحناف العكس، قالوا هو حقيقة في الوطء مجاز في العقد، اختيار الأحناف. وباقي الفقهاء قالوا هو مشترك فيهما ويدل على أحدهما بالقرائن، لفظ مشترك يدل على العقد أو يدل على الوطء بالتساوي. طب وأعرف منين؟ ننظر للقرائن. فلما ذهب الأحناف إلى أنه حقيقة في وطئي، قالوا في الآية اللي احنا لسه كنا بنقرأها، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، فقال إذا زنى الرجل بامرأة، يعني وطئها بغير عقده، زنى رجل بامرأة تحرم على الابن لأنها صارت موطوءة أبيه. واضح؟ لأن لماذا؟ لأن النكاح في الآية إذا نكح، ولا تنكحوا ما نكح، يعني لا تطأوا ما وطئ، الآية على الحقيقة، وبالتالي تبقى مزنية الأب تحرم على الابن. واضح؟ وذهب الشافعية إلى عكس ذلك، قال ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم، يعني ما عقد عليها الآباء، فإذا زنى بامرأة لا تحرم على الابن. لماذا؟ لأن النكاح حقيقة في العقد. شفت أن الخلاف اللغوي يؤدي إلى خلاف فقهي في الفروع، فهمت بقى؟ الخلاف في اللغة يؤدي إلى خلاف. من ضمن أسباب الخلاف الفقهي عند المذاهب الخلاف في مدلول اللغة، فالأحناف حملوها على إيه؟ على حقيقة في الوطن، وبالتالي انبنى عندهم، يعني لو زنى رجل بأم زوجته حرمت الزوجة في الحال، حرمت الزوجة في الحال ويفرق بينهم، فهمت ازاي؟ طب وعند الشافعية لا تحرم الزوجة، لكن يكون آثم زاني وعليه أن يتوب، لكن لا تحرم الزوجة، لأنه لا ينبني على فعل المحرم تحريم المحلل، فهمت ازاي؟ ده عند الشافعية. طب وعند الأحناف؟ لا، ده عند الأحناف تحرم، لأن عندهم النكاح حقيقة في الإيه؟ حقيقة في الوطن، فهم؟ فإذا انتشر الاستهانة بالمحارم وانتشر زنا المحارم، يبقى مذهب الأحناف إيه؟ يعالج المسألة، لأنه فيه زجر شديد، فهمت بقى المسألة؟ لأنه مذهب الأحناف في المسألة فيه شدة احتياط، فيها شدة احتياط، فيبقى يناسب عندما تنتشر هذه
المشكلة. طب لما تبقى نادرة، نادرة الحدوث، مذهب الشافعية يمشي، لأنه ده يحتمل وده يحتمل، خد بالك ده يحتمل من حيث القرآن، ده يحتمل وده يحتمل مذهبان. باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة، واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم. النكاح اللي هو الزواج حكمه الشرعي هل هو واجب ولا مستحب ولا مباح؟ الراجح أن النكاح أو الزواج في الإسلام عند الشافعية قول واحد، هو مستحب على كل حال كويس، ويحرم بس لو ايه، لو ليس عنده القدرة على مؤنه يبقى يحرم في حقه، لكن معظم الفقهاء في هذا العصر قالوا ان النكاح يحتمل الاحكام الخمسة، احيانا يكون واجبا، واحيانا يكون مستحبا، واحيانا يكون مباحا، واحيانا يكون مكروها، واحيانا يكون محرما، يبقى يحتمل الاحكام الخمسة. متى يجب النكاح؟ اذا تاقت نفسه وخاف الوقوع في الزنا مع القدرة على النفقة، يبقى في الحالة دي يجب في حقه ان يتزوج مخافة ان يقع في الزنا، لانه عنده القدرة المالية والقدرة الجسدية وطاقت نفسه طوق شديد بحيث انه خاف على نفسه من العنت، يبقى في الحالة دي يجب في حقه الزواج. طب زمان قلنا لا يجب في حقه الزواج، ليه؟ لانه عنده اختيار اخر، ممكن يتسرى يجيب ملك يمين، كان في رقيق يروح يشتري واحدة رقيق، فهمت ازاي؟ لان ربنا بيقول ايه في الآية، خيره بين ملك اليمين وبين ايه، وبين الحرائر، فالتخيير لا يكون بين واجبات، فدل على ان النكاح في حقه مستحب. طب زمان ايام ما كان في ملك يمين كان في تخيير، طب الوقت ما بقاش في ملك يمين صار واجبا في حقه، لانه ملوش حق حل اخر، هيقع في الزنا وعنده امكانيات انه يتزوج، طب ليه يمتنع؟ فهمت ازاي؟ يبقى يجب في حقه، فان امتنع يأثم. واضح؟ طيب تتوق نفسه للنساء لكن ايه، مالك لنفسه وعنده القدرة على النكاح، لكنه هو لا يخاف على نفسه العنت، يعني الوقوع في الزنا لا يخاف على نفسه ذلك، عنده مشاغل اخرى، بيدرس، عنده دراسات، اعمال، بيسافر كتير، عنده تجارة واسعة، ومش فاضي ينشغل نفسه مع امرأة، وان كان نفسه تتوق لكن ما يخافش على نفسه لانه ماسك نفسه دين وعنده امكانيات، يبقى يستحب في حقه الزواج ولا يجب، يستحب ولا يجب، فهمت؟ طيب لا تتوق نفسه وعنده الامكانيات، فهمت ازاي؟ وعنده القدرة على الجماع لكنه مشاغله مخلياه ذهنه بعيد النظر عن النساء، مش في باله النساء، يبقى في الحالة دي يستوي الطرفين، يبقى مباح في حقه يعني يتزوج ولا يتزوج. واضح؟ طيب عنده القدرة على الزواج لكن يخشى على نفسه أن يظلمها لأنه لا يستطيع الاستقرار في مكان واحد، دائم الانتقال والترحال، فيظلمها معاه، يتعبها وهي ما تستطيعش ان هي ايه، ولا يستطيع ان هو يراعيها اذا حملت واذا انجبت، لانه لا يستقر في مكان، والحمل والانجاب يحتاج استقرار وتربية اسرة، وهو لا يستطيع الاستقرار، يبقى في الحالة دي يكره في حقه ان يتزوج لانه يخشى ان يظلمها. طب ان تيقن ظلمها يحرم في حقه ان يتزوج، فهمت بقى ازاي؟ تيقن ظلمها ازاي؟ عنين، لا يستطيع الجماع، طب ليه يتجوز؟ وكده ظالمه، او ليس عنده قدره على النفقه فيتزوج عشان هي اللي تنفق عليه، يأسف انه يتزوج في هذه الصوره، فهمت بقى ازاي؟ وبالتالي يبقى الزواج تعتريه الاحكام الخمسه، احيانا واجب واحيانا مستحب واحيانا مباح واحيانا مكروه واحيانا حرام. واضح؟ طب وليه شاع بين الناس ان الزواج يكمل الدين؟
مش قال لك الزواج نصف الدين؟ لأنك في حال زواجك تتحقق بالعبودية التي هي تخالف تماما الألوهية. الله ليست له زوجة، فإذا تزوجت تحققت بالعبودية، فكلما تحققت بالعبودية كلما قربت من مولاك. الله ليس له زوجة ولا ولد، فالمتزوج له زوجة وولد، يبقى عبوديته أكمل، عبوديته أكمل، فهم؟ لكن اللي مش متزوج فرد ليس له زوجة ولا ولد، فيقوم يشتبه بإيه؟ بالألوهيات. وكلما اشتبه بالألوهيات كلما استغنى كلما تجبر كلما بعد عن العبودية. يبقى المتزوج عبوديته أكمل، وعلشان كده كان بعض الصحابة يقول إيه؟ لو لم يبقى من عمري يوما إلا يوما واحدا لعقدت على امرأة وتزوجت حتى لا ألقى الله عزبا، عشان يلقى الله عبد. فالله ليست له زوجة ولا ولد، إنما العبد يحتاج الزوجة والولد. فهم؟ حقيقة العبد الاحتياج، وحقيقة الرب الاستغناء. فهم؟ وعلشان كده المتزوج أكمل ديانة لأنه أكمل عبودية من الأعزب، ويتعبد الله بأحكام لا يتعبد بها الأعزب، منها النفقة على الزوجة. مش دي عبادة لا يتعبد بها الأعزب؟ النفقة على الزوجة عبادة كبيرة، أفضل من الصدقة. حتى الطعام اللي تأكله الزوجة بمال زوجها أعلى عند الله من أنه يتصدق على الفقراء بماله. وإعفاف الزوجة عبادة، اللي مش متزوج ما يعملهاش، ما يعرفهاش. والقيام برعاية الأبناء والنفقة عليهم وتربيته، الأعزب ما يتعبدش بهذه العبادة عمر ولا يعرفها. صلة رحم الزوجة وحسن العشرة مع أصهاره عبادة لا يعرفها الأعزب، إنه يكون حسن الخلق كده مع أقاربه من ناحية النكاح، فهمت ازاي؟ وانه يعين زوجته على انها تصل رحمها، ويعينها على انها تبر والديها، ويعين الزوجة على طاعة مولاها ويعلمها ويربيها. كل دي عبادات لا يتعبد بها الاعزب، وبالتالي يبقى الزواج اكمل حالا، المتزوج اكمل حالا من الاعزب. فهمت ازاي؟ وعن أبي قال بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للإمام مسلم في صحيحه الحديث 64 بعد 403,000، قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء الهمداني جميعا عن أبي معاوية واللفظ ليحيى، قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال كنت أمشي مع عبد الله بمنن، سيدنا عبد الله بن مسعود بمنن يبقى في موسم حج، فلقيه عثمان فقام معه، سيدنا عثمان بن عفان كان ساعتها لسه خليفة على المسلمين، فلقيه عثمان فقام معه يحدثه، فقال له عثمان يا أبا عبد الرحمن ألا نزوجك جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك؟ يعني بيتبسطوا الصحابة مع بعضهم، سيدنا عثمان قابل سيدنا عبد الله بن مسعود في الحج فلاقيه كده كبر، يعني شكله كبر، فقال له ايه بيتبسط معي يعني، ما تيجي نزوجك كده امرأة شابة جارية عشان تنشطك تاني وتفكرك بشبابك. فدل على ان الزواج بايه بصغيرة السن والبكر افضل من غيرها، وانها ايضا تعيد النشاط للرجل، واخد بالك، واقباله على الحياه بعدما ابتدى ينزوي عن الحياه، لان تملي المراه صغيره السن مقبله على الحياه، واقبالها على الحياه ده ينعش الزوج، انما المراه الكبيره خلاص زهقت بقى، خلفت وربت وعملت، كل ما يجي عوز منها حاجه تقول له بكره بعده انا مش فاضيه ركبي بتوجعني مش حاجة. فيبتدي يوم ينشغل عن هذا، فكأنه يعني أعطى ظهره للدنيا يعني، فده كل دي من باب التبسط يعني معه. فقال له
يا أبا عبد الرحمن، كنية سيدنا عبد الله بن مسعود، يا أبا عبد الرحمن ألا نزوجك جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك؟ قال: فقال عبد الله: لئن قلت ذاك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، وانا مش شباب. فهو يعني بيقول انا ما بقيتش شباب بقى. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والمعشر هو كل جمع اشتركوا في صفة تسمى معشر. نقول يا معشر الأطباء لأن اشتركوا في مهنة، يا معشر المهندسين، يا معشر المصريين عشان اشتركوا في بلد ساكنينها. فهمت ازاي؟ يا معشر العلماء لأن اشتركوا في العلم، وهكذا. يبقى المعشر هي كل جمع اشترك في صفة. نقول يا معشر الرجال اشتركوا في صفة الرجول، يا معشر النساء اشتركوا في صفة الأنوثة، وهكذا. يبقى المعشر هو كل جمع اشترك في صفة معينة. فالنبي بيقول يا معشر الشباب، والشباب في لغة العرب هو من وصل إلى أقصاه الثلاثين، بعد الثلاثين يبقى دخل في الكهول. كويس؟ يبقى الشباب يعني إيه؟ يعني ماشي بين العشرين والثلاثين كده، ده كل ده شباب. وليه النبي خص الشباب دون سائر؟ لأن في هذه الفترة الطوق للنساء يكون أعلى ما يكون في عمر الإنسان بطبيعته. فهمت إزاي؟ فلما تكون مشتاق يبقى خلاص. لكن مش معنى كده إن اللي عدى الشباب ويطوق للنساء الكلام مش موجه ليه، لا. قال: من استطاع منكم الباء. فهمت إزاي؟ لكن النبي خص الشباب ولم يرد تعيينهم، لكن خصهم لمزيد العناية بهم، لمزيد العناية به. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة. الباءة هنا هو القدرة على الجماع مع القيام بنفقات الزواج. ادي الباءة الراجح يعني، لان فيها كلام كتير. لان الباءة جاية من تبوأ المكان، يعني عنده مكان يتجوز فيه، عنده شقة. فهمت ازاي؟ ادي الباءة جاية من التبوأ، انه يبقى ليه مكان، وجاي ايضا من القدرة على الجماع، يبقى لابد ان يبقى عنده مكان للإقامة، وقدرة على النفقة، وقدرة على على الجماع. في الحالة دي وشاب كمان ونفسه تطوق، يبقى عليه يتجوز. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ومن لم يستطع، يعني من لم يستطع النفقة لكن نفسه تطوق للبتاع، من لم يستطع يعني النفقة، نفقات الزواج، فعليه بالصوم. لأنه لو كان لا يستطيع نفسه لا تطوق، مش محتاج الصوم أصلا بقى، هيصوم إذا كان هو أصلا نفسه لا تحدثه. طيب، يبقى معناه من لم يستطع النفقة ونفسه تطوق للنساء، فالحالة دي يعمل يكثر من الصوم، فإن له وجاء. الصوم مع غض البصر على كل حال، لأن المتزوج غير المتزوج المفروض يغض بصر. فهمتش كده برضو؟ ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، حماية يعني، حماية من الوقوع في المحرم. لأن كثرة الصيام بتضعف القوة البدنية التي تتولد منها الميل الغريزي للمرأة. فلما يكثر من الصيام يقل بقى مع كمان غض البصر، مع انشغاله فيما أقامه الله فيه، يبقى في الحالة دي في أمان، بعيد عن الأزمة. وعن أبي قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: إني لأمشي مع عبد الله بن مسعود بمنى، إذ لقيه عثمان بن عفان فقال: هلم يا أبا عبد الرحمن. قال: فاستخلاه، يعني كلمه بينه وبينه، يعني موضوع زي ده بيفتحه بموضوع جواز ممكن يبقى محرج ما يكلموش أمام الناس. فاستخلاه يعني كلمه بينه وبينه. وده برضو يعلمك الأدب، إن مش كل المواضيع تكلمها مع صديقك أمام كل الناس، في مواضيع تحب تكلمه بينك وبينه، لأن في بعض المواضيع يمكن يتأذى لو أنت كلمته فيها أمام الناس على الملأ.
فده يبين لك كمال أدب الصحابة، لأن النبي أدبهم فأحسن تأديبه. فقال: هلم يا أبا عبد الرحمن. قال: فاستخلاه، فلما رأى عبد الله أن ليست له حاجة قال لي: تعال يا علقمة. يعني استخلاء عدو لوحده. فافتكر سيدنا عبد الله بن مسعود ان سيدنا عثمان هيكلمه في موضوع، فلقى سيدنا عثمان انشغل في حاجه تانية ما كلموش، فقام قال لي: علقمه انت قاعد ليه بعيد؟ تعالى يا ابني اقعد هنا جنبي. فهمت ازاي؟ فنادى علقمه اللي كان ماشي معاه، قال له: اقعد معايا. قال لي: تعالى يا علقمه. قال: فجئت. فقال له عثمان، سيدنا عثمان بعد ما ايه؟ مع عدو عشان هيقول له الموضوع ده، يبدو انه انشغل شويه. فلما انشغل شويه سيدنا عبد الله بن مسعود ظن ان هو مش هيكلمه في موضوع معين، فجاب علقمه قعد. فلما جاء علقمه قعد، سيدنا عثمان ايه تفرغ بقى للموضوع اللي عايز ايه يفتحه مع سيدنا عبد الله بن مسعود، فكلمه امام علقمه بقى. ليه؟ لما عرف ان سيدنا عبد الله بن مسعود ما يحركش من علقمه، لانه ايه قربه اليه، يبقى خلاص بقى حكايه سهله، كانه هو في دور ابنه يعني او شيء من هذا. قال: فجئت. فقال له عثمان: الا نزوجك يا ابا عبد الرحمن جاريه بكرا لعله يرجع اليك من نفسك ما كنت تعهد؟ فقال عبد الله: لئن قلت ذاك فذكر بمثل حديث ابي معاويه. يعني انا مش شباب بقى، كانه بيعتذر له يعني. وعنه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة ابن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وعن أبي قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال: دخلت أنا وعمي علقمة والأسود على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: وأنا شاب يومئذ. اللي هو مين؟ اللي هو عبد الرحمن بن يزيد. وأنا شاب يومئذ. فذكر حديثا رؤيت أنه حدث به من أجلي، يعني شافوا شاب كده فقال الحديث ده، فهو فهم أن الحديث ده له علاقة به هو، لأنه كان شباب ساعتها. رؤيت أنه حدث به من أجلي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي معاوية، وزاد قال: فلم ألبث حتى تزوجت. فهم الإشارة يعني. وعن أبي قال: حدثني عبد الله بن سعيد الأشج قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال: دخلنا علي وأنا أحدث القوم بمثل حديثهم ولم يذكر، فلم ألبث حتى تزوجت. وعن أبي قال: وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال: حدثنا بهز قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش. كان عندهم تحمس للعبادة، لأن طبعا النظر للنبي والعشرة مع النبي تورث الهمة الكبيرة إلى التوجه إلى الله، فغلب عليهم ايه حب التوجه الى الله من ايه من لذات الدنيا. فراحوا سالوا عن اعمال النبي صلى الله عليه وسلم في السر، وبعدين ايه كل واحد كان بيعزم ان هو واحد قال لهم: انا مش هنام طول الليل، والتاني قال لهم: انا لا اكل اللحم ابدا، لان اللحم بيقوي الجسد وايه ويقوي ايضا النهمه على ايه وسرعه الغضب. يعني الانسان الغضوب يقلل اللحم، لأن اللحمة تشبه أكل الحيوانات المفترسة فيقل، والامتناع عن اللحم مطلقا يفسد المزاج، وأكل اللحم بشراهة يورث الغضب وسرعة الحمية، والغضب يؤدي للظلم في التعامل مع الناس بعد ذلك، بل الاعتدال كويس. فواحد قال: أنا مش هاكل اللحم، تاني مش هتزوج النساء، والتاني لا أنام طول الليل أصلي.
وقال بعضهم لا أنام على فراش، فحمد الله وأثنى عليه صلى الله عليه وسلم، فقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، طريقتي يعني ومنهجي في الحياة. فالنبي منهجه في الحياة أنه يعطي كل ذي حق حقه صلى الله عليه وسلم، ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، الاعتدال في كل شيء، لأن الاعتدال يعين الإنسان على الاستمرار في العبادة. إنما لما يفرط في جانب وطبيعة الإنسان ملول يقطع ولا يستمر، لكن الاعتدال سهل إنك أنت تواظب عليه مدى حياتك. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن المبارك حي قال وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء واللفظ له قال أخبرنا ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. عثمان بن مظعون برضه كان عنده همة كبيرة على العبادة، فأراد أنه هو يذهب للنبي يقول له أنا لا أريد أن أتزوج النساء وعايز كده أنقطع. التبتل هو الانقطاع لطاعة الله، يعني قطع كل العوائق والعلائق التي تشغله عن طاعة الله، اسمه التبتل. فسيدنا رسول الله قال لسيدنا عثمان بن عفان عثمان بن مظعون لا تنقطع انقطاع تام، فتترك ايه الزواج وتترك النوم وتترك الطعام، لا الاعتدال كويس. فبيقول لو اذن لعثمان بن مظعون بالتبتل يعني الانقطاع تماما عن العبادة والبعد عن النساء والتزوج لاختصينا، عشان يقطعوا ايه الغريزة التي تجعلهم يميلوا الى النساء. وعن أبي قال وحدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب قال سمعت سعدا يقول رد على عثمان بن مظعون التبتل. والتبتل الانقطاع وترك النساء، الانقطاع للعبادة وترك النساء يعني الزواج يعني. ولو أذن له لاختصينا. وإحنا بنقول لستنا فاطمة البتول ليه؟ يعني المنقطعة لطاعة مولاها والتي لا يشغلها زواج ولا عبادة ولا أولاد عن إيه؟ عن ذكر مولاها. دي أمنا البتول ستنا فاطمة، فاطمة البتول. وعن أبي قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول أراد عثمان بن مظعون أن يتبتل يعني ينقطع عن النساء عن الزواج، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أجاز له ذلك لاختصينا. باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه إلى أن يأتي امرأته أو جاريته فيواقعها. يعني لو رأى رجل امرأة عفوا كده متزينة فاشتاقت نفسه إليها، فعليه أنه هو يمسح هذا الأمر من قلبه بأن يأتي زوجته حتى يفرغ بعد ذلك لعباداته وفيما أقامه الله فيه، فلا يعلق قلبه بشيء بإيه فيشغله عما أقامه الله فيه. وعن أبي قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله بن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأتى امرأته زينبة وهي تمعس منيئة لها. تمعس يعني تدلك تغسل، منيئة اللي هو الجلد عند بداية دبغه، قطعة جلد عند بداية الدبغ يسموه منيئة، وهي تمعس منيئة لها فقضى حاجته يعني حاجته من زوجته، ثم خرج إلى أصحابه فقال إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، لأن الشيطان يزين المرأة أمام الرجل ويجعل عينه تقع على مفاتنها رغما عنه، واخد بالك؟ وعلشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال تدبر في صورة شيطان لأنه يزينها أمام الرجل
وشغل المرأة وشغل اصلا فتنة الشيطان للرجل بتأتيه من قبل ايه؟ من قبل النساء ومن قبل المال في الغالب الاعم يعني، ومن قبل المناصب. ان المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فاذا ابصر ويقصد بالشيطان الغواية، الغواية مش قبح المنظر، لا ده من جمال منظرها تغوي الرجل، فهم؟ فيقصد هنا الغواية. فإذا أبصر أحدكم امرأة، يعني أبصرها يعني عفوا أبصر هذا وزينها الشيطان أمام عينه، يعمل إيه علشان يشفي قلبه من ما علق به من غواية، من غواية الشيطان. فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه، يقمع ما في نفسه بقى. وعن أبي قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثنا حرب بن أبي العالية قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فذكر بمثله، غير أنه قال فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة، ولم يذكر تدبر في صورة شيطان. وعن أبي قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير قال قال جابر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليوقعها فإن ذلك يرد ما في نفسه. عارف لو ما عملش كده ممكن تبدأ تتعلق صورتها في قلبه حتى يعشقها، يوم يقع في مشكلة يلاقيها متزوجة يفسدها على زوجها علشان يخليها تتطلع ويتجوزها، أو يفسدها على زوجها ويزني بها، أو شفت بقى الشيطان يبتدي بقى يكبر الحكاية معاه، لا أنت من أولها اقطع، فهمت إزاي؟ عالج المسألة من أولها قبل أن إيه تتشعب الأمور. خالف النفس والشيطان وعصيهما. ونقف على باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة، وهذا باب طويل نبدأه غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم يسر أمورنا استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين.